دي الأقنعة اللي المسرح علمك تلبسها؟ هي أكتر من هي قناع، أو طبعا قناع، لأنه في حاجات مثلا تعرضت لها. كان في مثلا كان يوم عندي فرح وحد قريب مني جدا توفى قبل الفرح، كنت معدي عليه بالصدفة، توفى قدامي قبل الفرح بنص ساعة. والفرح ده بقى أهم بكتير، مثلا الحفلة فيه ناس جايين لك، هم اللي جايين لك فهيكفلوا لك أي حاجة، إنما الفرح ده يوم في العمر وأنت لازم تروحي. الناس دي شغلتك إنك تروحي تنترتيني الناس دي، تبسطيهم. فالكونفليكت اللي كان جوايا من زعل، وإن أنا دلوقتي رايح ألبس قناع واحد فرحان. كان صديق ولا قريب؟ لكن قريب، كان قريب وكان زي أب بالنسبة لي. والصدفة إن أنا عشان هو كان جنب التالي اللي كان فيه فرح، رحت أعدي عليه بالصدفة وحصل كده. فهو قناع مش مزيف، بس انت بتفكري فيه ان انت رايحه شغلتي تو انترتين الناس اللي رايح لها، ان انا هبسطهم، ده يوم في عمرهم. ففعلا لما لبست القناع انا صدقته بعد كده. واول ما خلص الفرح رجعت تاني، وانا خارج رجعت لحزني ولعياطي وان انا مش مصدق. بس الفصل اللي بكلمك عنها وانت على المسرح دي بتعيشك في بابل او في دنيا تانية. لو حياتك مسرحيه وفيها فصل تقدر تلغيه او تعيد كتابته، هيكون اي فصل؟ الفصل اللي حصل لي ممكن، طبعا انت عارفه كل الناس عندها نوع من انواع الامراض النفسيه، ما تبقاش عارفه هو ليه بيحصل لي كده. يعني مثلا الخجل ده ما كنتش عارف هو ليه بيحصل لي. حاجات كتير كان ساعات بيجي لي بيسموه وسواس قهري، بانيك اتاكس مثلا. ودي جات لي بعد، يعني بعد ما حصلت لي احداث في حياتي مثلا في اوائل العشرينات من عمري، ما كنتش عارف ليه. فلما اوائل العشرينات ده صغير قوي كمان، بس بدأ بدري. دايما العلم بيقولوا ودول دكاترة في المهاري، يعني إنه بني آدم من سن 0 لحد 14 بيبقى عنده ذاكرة معينة، ومن 14 لبقيت عمره بيبقى عنده ذاكرة تانية بيسموها الفصل والوصل. فأعتقد لو هلجي الفترة اللي تكونت فيها مشاكلي وعيوبي، أنا مش عارف هي إمتى بالظبط، بس الحاجة اللي أثرت عليا في مستقبلي عامة في شخصيتي كبني آدم هي دي اللي أنا أحب كنت أرجع عيدها تاني عشان ما تأثرش على اللي جاي. عرفتها إيه الحاجة؟ I think إنه كان مشاكل بين أهلي وأنا. انفصال الأب والأم أبزطل. عادة بيأثر، وعادة تأثيره بيبقى كبير وبيبقى صعب. أثر فيا، خلاني عندي حاجة اسمها fear of separation، ما بحبش أبدا حتى في مكاني حاجة تتفصل عني أو تغيب عني. فده خلاني دايما عايش في رعب، عارفة يقولك اللي بيخاف من عفريت يطلع له. خلاني عايش في رعب إنه أنا حتى لو عندي مثلا عربية وجيت ابيعها ابقى زعلان جدا، حتى لو جايب عربيه احلى. لو بغير بيت لبيت كارثه. انا ارتبطت بالبيت ده وبالسرير ده. فهو عمل لي فير اوف سبريشن من اي حاجه انا بحبها، خوف من الانفصال من اي حاجه انا بحبها. فده خلاني يمكن بعمل على اللي قدامي، يعني او بعمل على الحاجه بتاعتي خوف زياده بيخليني ستريسد، في الاخر ما بوصلش للنتيجه اللي انا عايزها، او ببقى عايش حياه خياليه انه الحياه لا احنا مش هننفصل، لا احنا هنكمل كاصحاب حتى. لا صاحبي ده هيكمل معايا بيت العمر. يحصل من موقف ان صاحبي ده وممكن تبقى موقف مش كبير، الدنيا اخدته، سافر يشتغل، خلاص بعدنا عن بعض. في الاول بقى زعلان جدا، بعد كده فهمت ان خلاص الواقع بيقول كده، البني ادم اصلا عمره بيخلص مش عارف هيخلص امتى. ومن رحمه ربنا علينا انه ما عرفناش اليوم ده هيجي امتى، لانه حتى لو قال لي هيجي بعد 150 سنه هفضل قاعد 150 سنه شايل هم اليوم، هتبقى بتعد الايام ومستنيه. بالظبط كده، بالظبط كده. ف يعني لا اكيد أكيد حاجة صعبة جداً بني آدم يبقى قاعد بيدور على البرفكشن.